ملي كنديروا التحريات ديالنا وتنقلبوا على العينات، المديريات الجهويه والاقليميه ديال الوزاره كتعد برامج سنويه وحملات خاصه تحت اشراف الساده الولاة والعمال استجابه طبعا لشكاوي المواطنين. تنقوموا ملي كتكون ملي كيتبت عدم مطابقه هذه الخاصيات مع المواصفات كنحروا محضر المخالفه وكنرسلوه الى السيد وليك وكيل الملك للمحكمه الابتدائيه اللي معنيه، وداك الشيء اللي وصل داكشي اللي دار في هاد الظاهره الاخيره. في 2023 الوزاره مع مصالح الجمارك ووزاره الداخليه قمنا باخذ اكثر من 3000 عينه من نقط البيع، تقريبا 10 العينات في اليوم. المواصفات القانونيه كتسجل واحد المعدل ديال اكثر من 96%. حنا كنا قدمنا 6 ديال الممارسات الجيده في رمضان ابريل 2022، وحنا دابا طبعا كان ما كانتش تبعات هاد الممارسات الجيده في 2015، فحنا تنحاولوا نسرعوا وتنحاولوا نصلحوا بالتشريع والاصلاحات التنظيميه، وايضا بغينا نصحوا النواقص التقنيه اللي كاينه باش نضمنوا اولا جوده المحروقات اللي كتكون في البلاد. فكل اللي تشد بواحد الماده البنزين او الغازوال مغشوشه راه خارج اطار القانون. هذه واحد المساله جد واضحه. ايضا كنحاولوا الاصلاحات التشريعيه والتنظيميه اللي كنشتغلوا عليها فيما يخص اطار التنظيمي ديال المحروقات. بغينا ايضا نرفعوا القدره التحليليه ديال المختبر الوطني، حنا كندخينا في 10 مليون ديال الدرهم باش هذيك 10 العينات في النهار نزيدوا نشوفوا الجوده اكثر. وضعنا كنوضعوا واحد النظام ديال التتبع والوصم لو ماركاج هذه السنه مع اداره الجمارك، بالاضافه الى اليات استراتيجيه المنخفضات الكربون اللي جايه بحال الضريبه على الكربون اللي غادي تساهم في ضمان جودة المحروقات أيضاً.